السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان، كي دايرين؟ صحة لاباس؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله. والموضوع ديال اليوم إن شاء الله الإخوان كما كتشوفوا التجربة ديال اللبان أو اللبان الحقيقي والمعرفة ديالو إن شاء الله، واليوم غنجربوه بالحليب إن شاء الله، وإن شاء الله تشوفوا الطريقة الصحيحة كيفاش كيتم يعني التجربة ديال اللبان أو اللبان الخارق كما كيتسمى وكيسموه العديد ديال الإخوان، ونشوفوا الجوده ديالو ان شاء الله باذن الله. كنشكروا جميع الناس اللي كدعمنا من قريب ومن بعيد ان شاء الله، وكنشكروهم كنقول لهم بان لولاكم لما كنا يعني بالدعم ديالكم باش حنا كنزيدوا نطوروا ان شاء الله. كنشكركم بزاف، كنشكروا جميع الناس اللي انضمت لينا للعائله ديالهم، بين العائله ديالهم الجديده كنشكروا العائله ديالنا القديمه اللي دائما كتبعنا على الاستمرار. ان شاء الله اليوم غندير واحد التجربه قدام الجميع ان شاء الله، والطريقه ديال الحليب الاخوان، الكاس الاخوان كما كتشوفوا نخوي فيه شويه ديال الحليب كما كتلاحظوا معنا الاخوان. هذا يعني كاس ديال الحليب الاخوان كما كتشوفوا. غادي نهزوا هاد اللبانه، هذه نحطوها، نحيدوا هاد اللبانه الاخوان ونوريكم التجربه ديال شوف كما كيحطيناه الاخوان، شتي كما حطيناه ها هو قدام الاعين ديالكم الاخوان. شوف كما حطيناه الاخوان دغيا 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 خسر. هذه هي الطريقه ديال التجربه الاخوان كما كتشوفوا، ها هو شوف الاخوان ما بقاش كما الماء، شوف ولا يعني خسر الحليب الاخوان. وهذه هي الطريقه ديال كيفاش غتعرفوا الاخوان اللبان الحقيقي من المزيف. شوف الاخوان، شوف ما بقاش كما كان الاخوان. شوف نحاولوا نحيدوا هذا، نورمالمون الاخوان انتما شو كيرجع الاخوان، نحاول نحيدوا هذا. وهذه طريقه مثاليه ديال التجربه ديال الحليب الاخوان كما كتلاحظوا. هذا الحليب ديالنا ها هو ها هو، شوف غادي نخوه هنا الاخوان، شوف غير كينزل. شوف ومني كنخوه على هاد اللبان او اللبان او الطقش المغربي كما كيتسمى الاخوان، دغيا كيخسر دغيا كيريب. هنا في كتعرفوا الاخوان اللبان الحقيقي من المزيف. وكنشكروا جميع الناس اللي كدعمنا من قريب ومن بعيد الاخوان، ردوا بالكم من اللبان ولا اللبان الحقيقي ولا اللبان كما كيشيع يعني الطقش المغربي كما كيعرفوه جميع الاخوان العرب. الاخوان خصو يكون بحال هذا الشكل هذا، يعني اللبان كيخسر ما كيبقاش في الطبيعه ديالو، دغيا كي ما يبقاش ماء، هو كيكون ماء. من بعد الاخوان كيولي على شكل رايب اولا كيخسر الاخوان. هذه هي المعلومه، وكاينه معلومه اخرى ان شاء الله راه غنحاول ندير لكم فيديو عليها بالنسبه للبان كيفاش كيكون كنديروه في الماء المالح والماء الحلو، يعني الماء المالح كيطلع فوق منه. يعني هذا هي الطريقه الثانيه ديال المعرفه ديال هاد اللبان، وسبقنا درناها الاخوان، ولكن بغينا نزيدو ننوركم وتستافدوا. مع تحيات القناه الاحجار الكريمه، ما تنساوش الضغط على زر لايك والاشتراك في القناه باش يوصلكم اي جديد ان شاء الله. على جرنا هاد سميتو باش ما يتهش هاد الفيديو هذا ويتحط في بلايص اخرى الاخوان. كنشكركم بزاف، مع تحياتي معكم اخوكم كمال من قناه الاحجار الكريمه النادره، والسلام عليكم.